بعد تدريب مكثف خضعت له على مدار عامين، أقامته وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لعلوم الفضاء. حصلت الإماراتية نورا المطروشي على شارة رواد الفضاء المحترفين لتكون بذلك أول عربية تنال هذه الشارة. الشابة الإماراتية صاحبة 31 عاماً بدأ شغفها بعلوم الفضاء منذ الصغر، منذ محاكاة أجرتها معلمتها في الصف الدراسي لرحلة إلى القمر. ومن وقتها وهي تحلم بتحقيق التجربة على أرض الواقع، وتعتزم ناسا إرسال رواد فضاء إلى القمر ضمن برنامج أرتميس، ويتعين على الإمارات بناء عادم هوائي للمحطة المستقبلية هناك. أما نورا فترغب في أن تكون جزءاً من هذه المهمة، فكيف ترى مستقبل العرب في عالم الفضاء؟ للمزيد من المعلومات تابعونا على Financial Freedom Today.